بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا ومشاهدينا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله. البداية دائما مع الحدث وهو يورو 2024، حيث لعبت أمس 3 مباريات، 2 على المجموعة الأولى، أين تمكن منتخب ألمانيا من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور المقبل بعد فوزه على منتخب المجر بثنائية في ثاني مباراة له ضمن بطولة أمم أوروبا 2024. وافتتح المنتخب الألماني باب التسجيل في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب موسيالا، وتمكن غوندوغان في الدقيقة 67 من إضافة الهدف الثاني. وفي المباراة الثانية حسم التعادل الإيجابي المواجهة التي جمعت المنتخب الاسكتلندي بنظيره السويسري، وافتتح المنتخب الاسكتلندي باب التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب موكتوميناي، لكن المنتخب السويسري تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 26 عن طريق المخضرم شاكيري. وبهذا أصبح في رصيد منتخب سويسرا 4 نقاط ويحتل المركز الثاني، ومنتخب اسكتلندا يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في حين يقبع منتخب المجر في المركز الأخير بدون رصيد. أما مباراة كرواتيا وألبانيا عن المجموعة الثانية فانتهت بدون فائز، وافترقا الفريقان على نتيجة التعادل هدفين في كل شبكة، ليرهن بذلك الفريق الكرواتي حظوظه في التأهل للدور المقبل بعد خسارته في المباراة الأولى أمام إسبانيا بثلاثية كاملة، ليتذيل بذلك ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب ألبانيا المتواجد في المركز الثالث. وستواجه كرواتيا المنتخب الإيطالي في ثالث مبارياتها، في حين ستصطدم ألبانيا بإسبانيا. كما انتهت مباراة سلوفينيا وصربيا بالتعادل الإيجابي هدفا لمثله، بينما إنجلترا متفوق الآن بنتيجة هدف مقابل لا شيء أمام الدنمارك في انتظار نتيجة المباراة القوية بين الغريمين إيطاليا وإسبانيا. نبقى دائما مع أهم أخبار اليورو، أين تفوق رونالدو على كل مهاجمي بطولة كأس أمم أوروبا 2024 وحقق الدون رقما مميزا في مباراة التشيك. على صعيد التسديدات وحسب الموقع الرسمي للبطولة، فإن كريستيانو هو الوحيد الذي سدد 3 مرات في إطار المرمى خلال مباريات الجولة الافتتاحية، وسدد رونالدو 5 تسديدات على مرمى تشيك، جاءت 3 منها في الإطار فيما كانت 1 خارج الإطار، وتصدى الدفاع لقذفة أخرى. وفي خبر آخر، أكد ديدي ديشام مدرب فرنسا في فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي، أن كيليان مبابي نجم الفريق سيكون بحاجة لإجراء جراحة في أنفه، وتبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أنه حتى لو لم يجري مبابي عملية جراحية على الفور سيتعين عليه القيام بعملية جراحية بعد نهاية اليورو. إسبانيا. نمر الآن إلى أخبار محترفين والفريق الوطني، والبداية من الفريق الوطني الذي خسر مرتبة في تصنيف الفيفا الجديد الخاص بالمنتخبات لشهر جوان. وجاء الخضر حسب التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي تم الإعلان عنه اليوم عبر الموقع الرسمي للفيفا، في المركز 44 عالميا برصيد 1474.13 نقطة، وتراجع الخضر بمركز 1 مقارنة بتصنيف شهر مايو الماضي بعد الخسارة على أرضه أمام منتخب غينيا والتي كلفتهم فقدان 9 نقاط كاملة. كما احتل الخضر المركز 7 إفريقيا خلف منتخبات المغرب، السنغال، مصر، كوديفوار، نيجيريا، تونس، والمركز 5 عربيا خلف كل من المغرب، قطر، مصر وتونس. أما أخبار محترفين فنبدأها من الدوري الأمريكي، أين سقط فيرسي بثنائية مقابل هدف أمام أشبال المدرب تاتا مارتينو الذين حققوا انتصارا ثمين في ظل غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز المتواجدان على التوالي في منتخب الأرجنتين ومنتخب الأوروغواي لخوض غمار منافسة كوبا أمريكا. لكن فريق انتر ميامي بتواجد جوردي ألبا وسيرجيو بوسكاس تمكن من تجاوز عقبة كولومبس كرو بنجاح بهدف العائد فراي في الدقيقة 10، وعما قال ليوناردو كامبانا النتيجة في الدقيقة 21 رغم محاولة فارسي إبعاد الكرة، إلا أنه لم ينجح في منع الإكوادوري كامبانا من هذا الشباك. بعدها حاول كولومبس كرو العودة في المباراة وتمكن من تقليص الفارق بهدف كوتشو إرلانداز في الدقيقة 40، ولكنه لم يتمكن من إدراك التعادل ليخرج إنتر ب3 نقاط ثمينة. وشهدت المباراة خروج فارسي في الشوط الثاني واستبداله كالعادة بأرفيستين.
نبقى دائما مع دوري الاملاس، اين شهدت مباراه نيويورك سيتي ومستضيفي لوس انجلوس جالاكسي دخول منصف بكرار كاساسي، ودخل السيتي بنيه الفوز بعد الهزيمه في المباراه الاخيره امام فارسي وناديه كولومب سكرو، حيث اجرى المدرب 5 تغييرات كامله وعلى راسها بكرار مكان الونسو مارتينيز، وكاد مهاجم الخضر من فتح باب التسجيل بعد 4 دقائق فقط من بدايه المباراه، الا ان تسديدته لم تكن في الاطار، ورغم البدايه القويه للسيتي الا انه لم يتمكن من الاطاحه بمنافسه، واستطاع فريق لوس انجلوس جالاكسي على ملعبه دي جينيتي سبورتس هيلث بارك من الفوز بنتيجه 2-2، وشهدت الدقيقه 66 خروج بكرار ودخول الونسو مارتينيز، فبتوفيق الثنائي الجزائري في باقي المشوار. نمر الآن إلى موضوع يخص الظهير الخضر الأيسر ريان ايتنوري، الذي نشر عنه موقع فوتبول فانكاست الإنجليزي مقالا قال فيه إن ايتنوري لا يمكن أن يغادر الذئاب إلا إذا وصله عرض يساوي أو يزيد عن 6 مليون جنيه استرليني، وايتنوري محل صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي، إلا أن المدرب أونيل حدد سعر ايتنوري ب 70 مليون يورو، وقال أن رحيل ايتنوري سيكون خسارة كبيرة لولفرهامبتون، ويتجه ريان ايتنوري للبقاء موسم آخر تحت إشراف أونيل. وسبق لايتنوري قبل 2 أو 3 أيام في تصريح له من التلميح لبقائه مع ولفرهامبتون، وهذا بعض ما قاله ايتنوري. قال: أنا سعيد جدا بالموسم الجيد جدا الذي قدمته مع ولفرهامبتون، لقد فزنا بالكثير من المباريات المهمة مع المدرب أونيل، وأنا وزملائي في الفريق سعداء للغاية، ونأمل أن يظلوا على حالهم في الموسم المقبل. وأشاد موقع فوتبول فانكاست في تقريره بلاعب الخضر، وقال: ريان ايتنوري كان أحد أبرز اللاعبين تحت قيادة أونيل الموسم الماضي، حيث أثبت نفسه بقوة في التشكيلة الأساسية، وشارك في 38 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 2. وفي الأخير نشير إلى فيديو زين الدين زيدان الذي صنع الحدث وتحدث فيه عن سبب بقاء بنيته العضلية قوية نوعا ما، أو حافظت على الكثير من قوتها وهو في سن 52. قال زيدان أن الفرد يعود إلى الخبز القبائلي والكسكس، في إشارة منه إلى الغذاء الصحي الذي يستهلكه أهلنا في القبائل. كان هذا ما لدينا في فيديو اليوم، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. لم يبقى لنا إلا أن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.